هذا السؤال عن النافلة بعد الستين، هل الأفضل فيها الجلوس أو القيام؟ الجواب أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، معناه أن النافلة إذا صلاها الإنسان جالسا فهي على النصف من أجر القائم، إلا إذا كان عاجزا عن القيام، فإن كان عاجزا عن القيام كتب له أجر ما كان يفعله صحيحا. وفي الحديث الآخر إن العبد إذا مرض أو سافر قال الله لملائكته اكتبوا عمل عبدي كما كان يفعله صحيحا مقيما، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وفضله.